بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بنسعد بتجدد اللقاء وحضراتكم، والنهاردة هو اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. ده اسم صفحتنا لاستقبال أسئلة حضراتكم، استفساراتكم، أي شيء حضراتكم تحبوا تبعتوه على الصفحة. بنذكر حضراتكم أن احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون على الهواء مباشرة في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة الرسمية للبرنامج، وبتكون الإجابة فيها نوع من الاستفاضة، وكمان بنعرض لحضراتكم فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. الفقرة دي اللي احنا كنا بنزعها في شهر رمضان الكريم يوميا مع حضراتكم، وبعد كده بنزعها خلال العام كل أسبوع يوم الأربع، يوم الرد على الأسئلة. معنا سؤال من الأسئلة اللي وفدت على الصفحة. أخت فاضلة بتقول أنا بشتري لحمة وأوزعها وفي رمضان وفي غير رمضان، وكذلك في يوم عرفة وفي الأيام يعني المباركة، فبتقول أنا بخرج اللحمة دي وبوزعها بنية الزكاة، هل ده بيحتسب من ضمن الزكاة ولا لازم الزكاة تكون فلوس فقط؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتجد هنا إذا تدبرنا في النص الشريف أنه بيأتي ذكر الفقراء والمساكين في بداية الآية، يعني في مطلع الآية، وده بيؤكد على أولوية الفقراء والمساكين في أنهم أكتر حد بيستحقوا الزكاة، وإن الأصل فيها، الأصل في الزكاة، أن أنا أحقق كفاية الفقير والمسكين وباقي الأصناف في المعاش بتاعهم. زي إيه يعني؟ مثلا زي في المطعم، في المشرب، في المسكن، في التعليم، في العلاج، وسائر الأمور الخاصة بيهم، يعني في سائر أمور حياتهم. وده تحقيق لحكمة الزكاة، يعني الحكمة التي شرعت من أجلها الزكاة. إيه الحكمة الأساسية دي؟ هي سد، إن احنا نسد حاجة المحتاجين. وأشار حتى إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى نهاية الحديث اللي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأصل في الزكاة إنها بتعطى للفقير مالا. أنا في زكاة المال الأصل أديله مال، بحيث إنها الزكاة بتخرج من جنس المال اللي وجبت فيه الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثوا النبي عليه الصلاة والسلام اليمن، وبيقول له النظام كيف يكون، ويطلع الزكاة ازاي، ويعلمهم ازاي اخراج الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدنا معاذ قال له: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. طب إيه الحديث؟ والحديث ده أخرجه الأئمة، سيدنا أبو داود وابن ماجة في السنن، والحاكم في المستدرك، إنه ده تيسير. خد الحب من الحب، وبعد كده بيصنف له من كل حاجة. الأصل إن الزكاة تطلع، لأنه في زكاة الأغنام، وفي زكاة خلاف، وفي أنواع من الزكوات، فالأصل إنها بتكون من جنسها. لكن إذا كان جنس المخرج من الزكاة
أحظ للفقراء، يعني أوفق لحاجتهم، أنفع ليهم، أنفع للفقير، كان ده أقرب لتحقيق مقصود الزكاة وهو سد احتياج الفقير. وده لما هو واضح فيما أخرجه الإمامان البخاري في صحيحه معلقا والبيهقي في سننه بسنده عن طاووس، إن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال لأهل المدينة: ائتوني بعرض ثياب خميص، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والدرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يعني هو خد حاجة مكان حاجة. فهمنا إيه؟ الأصل إنك بتطلع الزكاة من جنسها، زكاة المال تبقى مال، ممكن تبقى حاجة تانية لو كانت الحاجة التانية دي أنفع للفقير زي ما سيدنا معاذ اتصرف. خد الأقمشة والملابس والكلام ده بدل النباتات، بدل الشعير وما شابه ذلك، فأفاد إنه أخذ من أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة. وعلى ذلك فإذا أريد إعطاء الزكاة على هيئة غذاء يجب أن يراعى في ذلك ما يحتاجه الفقير، أن أنا عاوز، مش بطلع على مزاجي أنا، لا، إذا ده أنفع وأوفق وأفضل للفقير وإن ده فعلا ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، وده مش هيتم إلا عن طريق دراسة احتياجات هذه الأسر الفقيرة لمعرفة إيه اللي ناقصهم من السلع الضرورية المهمة عشان حياتهم. لأن مال الزكاة أصلا حق خالص للفقير. أنا فلوسي النهاردة وجبت فيها الزكاة، الجزء بتاع الزكاة ده ما بقاش بتاعي، ده حق خالص للفقير، ملكه. إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا تفيد ملك، بأصبح ملك لهذه الأصناف المذكورة اللي أولها للفقراء والمساكين إلى نهاية الأصناف المذكورة في الآية. فالأصل إن يعطاها الفقير مالا عشان يشتري بيها اللي هو محتاجه. لا والله، ده أنا شايف أنه ممكن أنفعه بكم أكبر، أنا عارف مثلا حد يقدر يديني الحاجات بأسعار قال هو مش عارف يوصلها، فأنا أنفعه بلحوم، أنفعه بشيء ضرورات مش رفاهيات، فأقدر أديله ما يكون أنفع للفقير وأكثر حظا له. وعلى ذلك بيكون توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ لما بعثوا اليمن، قال لهم خذ الحبة من الحب إلى نهاية الحديث، بأنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بذلك ده محمول على التيسير، لأن ده هو اللي كان متوفر ليهم وأيسر أنهم يطلعوا من جنس الحاجة نفسها، لأنه أداء هذه الأجناس على أصحابها كان يعني أسهل وأيسر من غيرها من الأنواع. وبناء على التفصيل اللي قلناه قبل كده، الأصل أن الزكاة بتخرج من جنس ما وجبت فيه، فلو وجبت في الأموال فإنها تخرج مالا، ولا مانع أن أنا أخرجها على هيئة مواد غذائية جيدة وضرورية فعلا يحتاجها الفقراء، حاجة حقيقية مش حاجة على هوايا أنا أو حاجة سهلة كده عليا أنا، لا لا، إن إحنا نفرض عليهم أنواع معينة ممكن ما يكونوش فيه احتياج إليها. وزي ما قلنا الأمر ده بيحتاج إلى دراسة، الفقراء الفئة دي اللي أنا هطلع لها محتاجة إيه حقيقة، مش أنا عايزة أدي إيه. ونسأل الله التوفيق. سؤال تاني معانا، أخت فاضلة بتقول إن عندها زميلة مريضة بتدفع الكتير من المرتب بتاعها عشان تشتري العلاج، فهي بتقول أنا عرضت عليها إن أنا أجيب لها جزء من العلاج ده على أساس إنه إن هي بتقول لها إن ده جاي لك من مصدر خيري مش من مالها الخاص، عشان هي خايفة على مشاعرها، فهي بتقول هل أرتكب وزرا لأن أنا ما قلتلهاش الحقيقة، وهل يجوز إن أنا أشتري جزء من العلاج شهريا على سبيل الصدقة بدون علمها على أساس إنه من مصدر خيري؟ يا ستي جزاك الله سبحانه وتعالى كل خير على هذا الشعور النبيل والتعاون الحاني
مع الإخوة والأخوات، سواء في العمل، سواء في دائرة القرابة، سواء في دائرة الجيرة. وده من قبيل التعاون على البر والتقوى، وإحنا مأمورين بما وفقتي أنت إلى القيام به، أمرنا بده في القرآن الكريم. وجالنا شبيه هذا السؤال قبل ذلك، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في محكم التنزيل أمر عام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فده من باب التعاون، إن أنا شفت زميلة ليا محتاجة وأنا مش عايزة أجرح مشاعرها وعايزة أساعدها، لكن من دون إن أنا أعلمها إن أنا اللي بدفع ده من راتبي، عشان ما تحسش بإن أنا مثلا بتعب أو إن هي محرجة قدامي. لا حرج عليكي شرعا في إنك تقومي إنك تقدمي المساعدة دي وتقفي بالمساندة الحلوة دي لزميلتك اللي محتاجة، من غير ما تعرفيها بإن المساعدة دي من فلوسك الشخصية، لا مانع. وبخاصة إذا كان ده من حضرتك حفاظ على مشاعرها ورعاية لكرامتها، ونية حضرتك هنا هي الصدقة والإحسان، والأمر ده من المستحبات شرعا. يعني من المستحب والمندوب أن يساعد الإنسان، وإنه يساعد الإنسان أخيه الإنسان، وألا يجعل في نفس أخيه الإنسان اللي بيساعده ده شيء من حرج، من خجل، من إنه يحس إنك أنت بتديله من هذه المساعدة من خلال الطريقة اللي أنت بتقدم بيها المساعدة دي. وبرجع أقول جزاكم الله خيرا على إنك مش بتأدي الصدقة دون رعاية مشاعر اللي قدامك، لا، ده أنت عملتي صدقة فوق صدقة، صدقة فوق صدقة، الصدقة اللي هي العطاء لسد احتياجها، وصدقة لأنه كل معروف صدقة إنك بتراعي مشاعرها. وما دامت زميلتك دي محتاجة للمساعدة فهذا أمر يعني يندب إليه الشرع الشريف، وزي ما قلت باب، وتعلمنا من الفقه إنه باب الصدقة واسع، ما بيشترطش في الصدقة ما يشترط في دفع الزكاة، فإن أعنتيها من الصدقات بتاعتك فجزاك الله تعالى خيرا، وكل معروف صدقة صاحبة السؤال، كما علمنا النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني إن شاء الله أتشرف بإلقاء حضراتكم بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، ما زلنا في الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. معانا سؤال من أخت كريمة بتقول: لو سمحتي يا دكتورة، أنا كنت عايزة أسأل، أنا جوزي اتوفى من شهر وأنا معايا أطفال صغيرين لسه، أنا بزور والدته و بتشوف أولاده، بس للأسف هي آذتني كثيرا، وأنا سامحت وقلت اللي حصل خلاص، وإحنا في ظرف دلوقتي
وهي رحم جوزي وأولادي وعليا برها، بس هي لسه مستمرة في أذيتها، وبنزل من عندها متضايقة وتعبانة من كلامها وطريقتها معايا. أنا مش عايزة أقطع رحم جوزي وأولادي، وفي نفس الوقت مش عايزة أتضايق، أعمل إيه؟ هل لو اكتفيت باتصال أو زيارة في مناسبات ببقى حرام عليا، ولا أعمل إيه؟ ربنا يغفر للزوج ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته، اللهم أمين يا رب العالمين، ويصبر حضرتك ويصبر والدته كذلك. بس علينا دائما ندرك بأن الإسلام الحنيف دين الرحمة، ولأنه دين الرحمة ولأن الله هو الرحمن الرحيم الذي خلق تلك الرحم، فهو يحث هذا الدين ويدفع بالمؤمنين والمؤمنات على صلة الرحم والاحترام اللي المفروض يكون بين هؤلاء. لكن لأنه دين الرحمة الذي يأمر بصلة الأرحام، كذلك يأمر إن إحنا الإنسان يقوم بأداء هذه التكاليف من غير ضرر على أي أحد. ولابد إن إحنا نعلم إن الصلة، صلة الرحم المطلوبة، مش معناها زي ما كتير من الناس فاهمة إنها رد المعروف والبر، يعني واحد أحسن إلي فأنا أحسن إليه، جاب لي هدية فأنا ردها، مش ده المقصود. قريب ليا بيصلني فأنا أصله، ما وصلنيش فأنا ما أصلوش، لا. فأنا بفهم ده منين؟ الميزان الشريعة بوزن التصرفات والأفكار، الأفكار والتصورات والتصرفات بميزان الشريعة. قد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وفي لفظ رواية الإمام أحمد في مسند، يعني الإمام أحمد، بلفظ إن الرحمة معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ. يعني مش هو أحسن فأنا أحسن، أساء فأنا ما أعملش حاجة خالص أو أسيء، إنما اللي قطعت رحمه وصله هو الامتحان في دي. ده صلة رحمي ما بيصلنيش، بيقطع الصلة، هو بيقطع وانا بوصل، هو ده الرحم، هي دي صله الرحم. لانه من طبيعه الحياه الطبيعيه العاديه ان ليه انسان قرابه هيوصلهم ويوصلوا، ده الطبيعي. لكن النقطه فين؟ المحك فين؟ ان لما يقطعوا صلتهم بيا انا اصلهم لله. ده شيء ضروري، وده شيء افهم بيه مفهوم. يقول لك صله الرحم، صله الرحم، اعلم واعلمي ان صله الرحم أساسها للذي يقطع هذه الصلة. اوصل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واعطي من حرمك. عشان كده برغم هذه المعاني الطيبة واللي احنا بنفهمها ولازم ان احنا ندركها جيدا، برضو بننبه إلى ضرورة التعامل بالحكمة، مراعاة الحكمة، مراعاة الرفق في طريقة التعامل، الصبر. يعني يا أختي الفاضلة، دي أم الزوج، دي حماتك، ست مكلومة لأنها فقدت ابنها، ولازم أراعي الجانب ده. ودي أم غير الزوج، ومش بنقول ده، مش بنقلل من مشاعرك تجاه زوجك، لكن برضو دي أم وأنت أم. لكن بقول لحضرتك، إذا كانت الزيارة دي بتسبب ضرر نفسي على حضرتك كبير، يعني بتأذيكي قوي، بتجرحك قوي، فلا حرج في إنك في بعض الأوقات تبعتي الولاد يروحوا يسلموا على جدتهم، عشان ما نقعش في قضية إن احنا نحرم الجدة من رؤية أحفادها، لأن ده أمر ممنوع ولا نريد أن تكون لنا يد فيه. وبخصوص حضرتك، أنا بنصح حضرتك إذا استمرت حماتك في إنها بتأذيكي بتضرك، فأنت قللي الزيارات، ما تمنعيهاش. ووقت ما قلل أتصل، ولا ده زادت أكتر فهكتفي بالاتصال الهاتفي وأخلي الزيارات في المناسبات. فأنا نيتي إيه؟ مش قطع، وبتصرف مع الأمور دي بحكمة وبرفق، مش بعنف، برفق. الرفق
أبعد شوية وأبعت الولاد وياخدوا حاجة حلوة لجدتهم معاهم، وأنا أرفع سماعة التليفون وأتحجج بأي شيء، مثلا أنا وراي أعمال كذا أو أنا عندي كذا، وتكون أشياء تذكريها حقا. ولازم أبقى عارفة أنه الهدف من صلة الرحم هو الحفاظ على علاقة طيبة مع ذوي الرحم، وفي الحالة بتاعتك أحافظ على أنه تكون العلاقة طيبة بين الأولاد مع جدتهم. وخلي بال حضرتك أن ده طبعا من دون إيذاء لنفسك، ولكن خلي بالك كل ما بتحافظي على علاقة الأولاد دول بجدتهم وبأهلهم، أنت بتحافظي على سلامهم النفسي، ما بتخليهمش شايلين أو مضغوطين جواهم. أبوهم مش موجود وأهله كمان ما بيوصلوش أهلهم. الناس أو سيدات كتير أو رجال كثر لما بيحصل نزاع بين الزوج والزوجة بيرتكبوا أكبر جريمة، وهو إنه يخلي الأطفال يشيل من أبوه أو من أهل أبوه، أو يخليهم يشيلوا من أمهم أو من أهل أمهم. فالأولاد ما بيعيشوش في سلام نفسي، بيخرجوا للمجتمع معقدين. فبلاش احنا يبقى بايدينا نعمل الكلام ده ونبقى احنا فاهمين، اصل احنا بننصحهم. خليهم يصلوا الرحم ويعفوا، لان دي يعني قيم ربانيه فيها احياء للنفوس البشريه بالخير. فبخلي الانسان في سلام نفسه، وبعلم ابني الحذر وبعلم بنتي الحذر دون الوقوع في قطع صلاه الارحام او في قطع الصلاه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بوصلها وب صلتها. كذلك ما تنسيش الدعاء واللجوء إلى الله تعالى بصلاح الحال. دايما بنقول إحنا كبشر في احتياج شديد إلى المدد الإلهي الدائم. نحن في عايشين بسر الحي القيوم سبحانه وتعالى، لكن الإنسان عايز عطاء زيادة، عايز مدد معونة، يسأل الله من فضله: يا رب اصلح الأحوال، اجعلني قرة عين لحماتي واجعلها قرة عين لي، واجعل أحفادها قرة عين لها، وتدعي لزوجك بالمغفرة والرحمة، وتدعي بصلاح الأحوال، وتدعي أن ربنا يقويك على أنك تقومي بحق هؤلاء، حتى وإن عصوا الله سبحانه وتعالى فيك أطعتي الله أنت فيهم. فعلى طول دومي على الدعاء، لأنه ده سلاح المؤمن مع الصبر في هذه الحياة الدنيا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أترك حضراتكم مع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. هنكمل النهاردة تصحيح قراءة الآيات من سورة النبأ. احنا كنا قريناها المرة اللي فاتت، بس لسه بقى الولاد لازم يبتدوا يقروا، فنصحح مع بعض، فنحضر المصاحف لاستكمال تصحيح الآيات. مستعدين يا شباب؟ طب يلا انتوا بقى اللي هتقروا، انا قريت معاكم المرة اللي فاتت، هوقف عن التصحيح. نبتدي بمريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. وخلقناكم. لام فتحة ايه؟ لا ولا لا؟ لا
بنقول ايه؟ لا. لا. وخلقناكم. يلا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصر تاني. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا. أنا عندي إخفاء، أنا عندي هنا إيه؟ شايفين إيه على الهمزة اللي قبل الثاء؟ في تنوين. من أحكام النون الساكنة والتنوين، أنا عندي هنا حرف من جاي وراه حرف من حروف الإخفاء، صح؟ هنقول إيه؟ ماء ثجاجا ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جميل، أسمع لنا بقى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. مش وخلا، خاء وبعدين لا، فما أثرش التفخيمي هنا خاء على لا، لا غير خاء، صح؟ يبقى ما أنطق بالراحة وأميز بين صفات الحروف. خالق خالق، وبعدين بعد اللام هدخل على قلقلة، لازم يحصل اضطراب في نطق حرف القاف الساكنة عندي عشان تبان، لو أنا لم أقلقل الحرف مش هيظهر معاي. يلا يا لانا. وخلقناكم وخلقناكم. لا مش عجباني اللام، مش عجباني. وخلقناكم أزواج. لا ما أنا مش عايزاكي ترققي اللام وبعدين ترققي القاف. يعني لازم أنا أوزن ما بين الخاء والقاف واللام اللي في النص ما بينهم بالإيه؟ بضبط النطق بتاعي. وخلقناكم. لا لا لا. وخلق وخلق. لا خاء لا، قولي كده بس. خالة خالة خالة. خالق خالق. لا قلتي لي لا، هي مش لا، هي مش مفخمة. خلقناكم خالة خالة. خلقناكم خلقناكم أزواجا. جميل. وجعلنا نومكم سباتا. ولازم ما ترجعي البيت تدربي عليها عشان ما تنسيهاش. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار. غني. وجعلنا النهار. فين الغنة؟ وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. سبعا مش سبعا، لا سبعا شدادا. سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. سراجا وهاجا. أنا كررت لك عشان تشبعي الإدغام، ما كلش الإدغام، أديله حقه. كملي يا سارة. وأنزلنا. وأنزلنا من المعصرات ماء. من إيه؟ من إيه؟ وأنزلنا إيه؟ وأنزلنا من المعصرات. لا معصراتي دي لا ما تنفعش خالص يا سارة. معصراتي. سارة سين دي بتاعت سارة، إنما دي معصراتي. معصراتي ماء سجاجا. أيوة كده. لنخرج به حبا ونباتا
وجنات فين الغنة؟ وجنات ألفافا. يلا يا شيخ عبد الله، وحشنا صوتك. ألم نجعل الأرض مهادا، بس ما عجبتنيش الضاد. ألم نجعل الأرض مهادا، عشان أميز ما بين الدال وما بين الضاد، دي لغة الضاد اللغة العربية. فإيه اللي بيميز يا عبد الله؟ المخرج بتاع الحرف. لو قلت الأرض يبقى أنا نطقت دال ما نطقتش ضاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. القلقلة عايزة اسمعها أقوى من كده يا عبد الله. القلقلة وخلقناكم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بس أنا هقفل دلوقتي، لازم النبر بتاع صوتي بيقفل المعنى، تمام؟ فهقول وجنات ألفافا. هي الفكرة مش إني بس بهدي نغمة الصوت، كمان بقفل المعنى لأن أنا وقفت عند معنى. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. يلا يا شروق، هنقسم بين شروق والزهراء. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال. يا شروق، ده أنا كنت هقول يا زهراء، قلت افتكرت الأرض الضاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كمل يا زهراء. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. كمل يا سادة. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا. كمل بقى يا كمل يا آدم. وأنزلنا. وأنزلنا من المعصرات ماء ماء. أنا عمالة أشاور والله أمد يا راجل. ماء يعني أنت خليتهم أقل من الطبيعي كمان. ماء ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عجبني الختام بتاعك، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، ومعنا آخر سؤال النهاردة. أخت فاضلة بتقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث له ذكر من صلى الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى الشروق، هي بتقول كده صاحبة السؤال، ثم صلى ركعتين له أجر حجة وعمرة تامة، هل هذا للرجال فقط؟ وبتقول أما السيدات فهم بيصلوا أو إنها تصلي الفجر في المنزل بمفردها ولم تثاب مثل أجر الرجال، حدثينا يا دكتورة عن الثواب بالنسبة للسيدات. فضل الله واسع وعظيم، والمهم نية الإنسان في القيام بأداء العبادات. الحقيقة روى الإمام الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث: من صلى الغداة يعني صلى الفجر في جماعة ثم قعد يعني صلى الفجر في جماعة وبعدين قعد، النبي بيقول ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر، من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا إن هو صلى الفجر، سيدنا جابر بن سمرة بيرولنا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. وفي رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام صلى الله عليه وسلم. أما باجي أعرف حكم شيء بجمع الروايات كلها جنب بعض وأشوف كده الروايات كلها بتقول إيه، مجموع هذه الروايات بتدل على إن المراد بمصلاه الذي يجلس فيه ويصلي يعني المكان اللي بيصلي فيه وصلاة الغداء أو الفجر، وبعد ما بيصلي يقعد، هذا القعود مع استحباب الانشغال بالذكر وقراءة القرآن الكريم يعني ده كله على الاستحباب. والمعلوم إن صلاة الجماعة برضو مستحبة استحبابا مؤكدا في حق الرجال دون النساء، وبرضو بيتحقق ثواب الجماعة في المسجد وغيره. يعني أنا مثلا معايا أهل البيت اللي معايا الخادمة بتاعتي، المعينين، أولادي بنات أو ذكور، اللي راح صلى في المسجد واللي صلى معانا أو هم صلوا في المسجد ومعنا من يصلي معنا، تتحقق الجماعة في المنزل وتتحقق الجماعة في المسجد، وهي سنة مؤكدة في حق الرجال. المطلوب هو صلاة الفجر وإن أنا بصلي الفجر، أدركتها في جماعة وتمكنت فخير يعني فبها ونعمة وخير عظيم. لكن جملة الروايات بتقول إيه؟ بتقول إن أنا اللي يلحق صلاة الفجر حاضرة في وقتها ويشغل الوقت اللي بعد الفجر بعد الانتهاء من الصلاة وحتى شروق الشمس مشغول بالذكر حتى شروق الشمس وارتفاعها، هو قاعد بيذكر وبيدعي وبيقرأ قرآن، بيقرأ القرآن الكريم ثم بعد كده يقوم بأداء صلاة الضحى، ده مش محروم من الأجر والثواب. فإذا جلست المرأة في المصلى بتاعتها، مصلى يعني مكان اللي بتصلي فيه، هي عاملة لها مكان كده بتصلي فيه، جلست المرأة في مصلاه بعد صلاة الفجر وقعدت بقى تشتغل بذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس حسناء، فإنه يرجى لها إنها تنال الثواب المذكور في هذا الحديث الشريف، لأن المقرر شرعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء شقائق الرجال في التكاليف والثواب، وفضل الله واسع، مع ضرورة إن أنا بنبه على الشيء اللي نبهت إليه في أول الرد على السؤال، إخلاص النية لله رب العالمين. وأنا قاعدة بعد ما صليت الفجر وقعدت بعد صلاة الفجر أذكر وأدعو وأقرأ القرآن وأنا في نيتي أنال الثواب، والله أدركت الجماعة في بيتي فبها ونعمت، لم أدرك الجماعة في بيتي وده شيء غصب عنك يرجى لك الثواب، وقعدت تذكري لغاية ما طلعت الشمس وبعد كده صلينا الركعتين الضحى، إن شاء الله يرجى لك الحصول على هذا الثواب، والله يضاعف لمن يشاء يا صاحبة السؤال.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، نسألك يا مولانا عزا عظيما، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.